موسيقار الكبير الاستاذ صلاح الشرنوبي. استاذ صلاح اهلا بيك. اهلا يا استاذ وائل، ازيك؟ اهلا بيك يا استاذ صلاح. اهلا بيك وبحيي كل ضيوفك حبيبي الكرام. ولا الموضوع جميل جدا جدا، انا متابعه من الاول حقيقه، وفعلا يستحق الوقوف وان احنا لازم نتكلم في القضيه. القضية مهمة جدا جدا جدا. مصر إلى أين؟ هنروح لحد فين؟ لأن طبعا يعني لما ظهرت أغنية المهرجان فعلا بعد ثورة يناير حصل فيه دوشة كتير، برجلة كتير، زي كل مفاصل الدولة للأسف طبعا بعد الثورات والحاجات دي بتحصل لخبطة. الأخبار دي يعني بتحصل عشوائيات، بتحصل فوضى. فلازم الفن أول حاجة بتصاب الحقيقة بعد الاقتصاد والفن والثقافة والحاجات دي. طبعا الأغنية عندنا ما قبل الثورة لسه برضو مؤججة شوية، كانت يعني متعرفش الأغنية رايحة فين، الأغنية الشبابية ولا الأغنية الشعبية. وبعدين ظهرت المهرجانات بمواصفات بصراحه يعني هي فنيا على راي الست ناديه قالت حاجه، والبعض كله قال ان الكلمه فعلا لو ارتقت شويه كان ممكن يبقى قالب موسيقي جميل جدا، ولانها ارتبطت بالعشوائيات وبال سوري يعني حاله البلطجه، بلطجه العشوائيات اللي احنا بنحاول مفروض الدوله تقوم بانها تتقفل حاله الفوضى دي والعشوائيات دي وتعالجها، مش ننميها ونطلقها للعنان. فانا الحقيقه في كلمه قصيره جدا، انا بأناشد السيد وزير الثقافه وكل من هم مسؤولين في الدوله ان هم تتضافر جميع الجهود. يعني برضو رساله للدكتور خالد عبد الجليل اللي هو رئيس هيئه الرقابه على المصنفات مع سيد معالي الوزير حلم النمنم مع وزاره الشباب مع وزاره الاتصالات، لان الاغنيه دي بتتسوق ازاي بتروح فين؟ بتروح للشاب، الشاب الصغير، تروح للطفل اللي هو المفروض هتبقى كوادر المجتمع القادم. الاطفال النهارده لما يبقى بيرسخ في وجدانهم اغنيه بالكلمات دي بالطريقه دي خطر 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 على مصر. فأنا يعني الموجز اللي أنا عايز أقوله إن فعلا لازم تتضافر كل الوزارات المعنية بهذا الأمر، الفنون ووصولها للجمهور إزاي، هو ده. ولأن إحنا مش هنطلق العنان للشباب بيعملوا اللي هم عايزينه، لأن أنا بشبه الموضوع ده أستاذ وائل برب الأسرة. رب الأسرة لو ساب كل ولاده يعملوا اللي هم عايزينه، ممكن البنت ترجع الساعة كام وتلبس ايه، والولد يعمل ايه ويشرب ايه لا لازم يبقى فيه ردع وفيه ضابط في كل تصرفات. تنفسوا زي ما انتوا عايزين بحريات، لكن حريات مقيدة، لان هو ده اللي هيخلينا، لان الشباب ما لهمش ذنب الحقيقة. اللي قدامنا اللي احنا شايفينهم المجموعة الاولانية قبل البريك او المجموعة دي ما لهمش ذنب، لان هم شايفين متنفس وخلاص، بلا رادع، بلا قانون، بلا قواعد. فهم اكيد الناس بتميل الى الاسهل، الاسهل في المكسب، الاسهل في الظهور بدون رادع. وبعدين عايزين نحاول شويه يعني نربط او نقيد الحريات، حريات المطلقه دي تماما اللي هي بعد ثوره يناير دي خطر 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 على مصر، لان احنا بنصدر طبعا يعني الحريات اللي هي دخلت في نفق التدني الاخلاقي يعني. وصلت، لان في دلوقتي سمعت في اتجاهات كتيره قوي، سمعت في اتجاه ان سمعه مصر، سمعه شباب مصر، سمعه فن مصر، سمعه الجيل الجديد، يعني كوادر البلد مصر هتبقى عامله ازاي؟ خاصة التعليم برضو مفيش رقابة، الاقتصاد، الدنيا ملخبطة، والولاد غصب عنهم لان ده متنفس. هم اساسا فعلا زي ما قال البعض ان هم يعني بيتنفسوا، اني اتنفس تحت الماء، اني اغرق اغرق اغرق. لا، لازم احنا ننقذهم من الغرقة دي. شكرا استاذ صلاح، الف شكر.